نرحب فيكم مرة ثانية بمؤتمر الصحفي بعد مباراة المنامة والرفاع في دوري زين المربع الذهبي. نرحب في الكابتن عقيل ميلاد مدرب المنامة والكابتن أحمد عزيز كابتن فريق المنامة. نترك الفرصة في البداية والمجال الكابتن عقيل للتحدث بشكل عام عن المباراة وعن فوزة في المباراة الأولى. بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا المباراة متوقعين يصير هذا المستوى ما بين الفرقين، أنه يصير مباراة مرة احنا يكون أفضل مرة الرفاع، لأن احنا صراحة ما نعرف مستوى كان اللاعب الرفاع، وبالنسبة حتى للاعب مالي أنا ما أعرف مستوى بالنسبة للمباريات، مجرد لعب تمارين ما لعب مباراة ودية زين، بس عقب المباراة تدريجيا عرفنا هم شنو الضعف اللي عندهم واستغلنا بعض الأوقات، وعندنا احنا في يعني اسمه تقول في بعض اللاعبين كان في أسوأ مستوياتهم اليوم، بس تدريجيا بعد صاروا أفضل الله الحمد لله، الله وفقنا كل شيء. يعطيك العافية. نترك المجال للكابتن أحمد عزيز التحدث بشكل عام عن أول شيء. بسم الله الرحمن الرحيم. نفس ما قال الكابتن، أول مباراة ويا المحترف الجديد ما كنا نعرف السيستم ماله شلون، ما شوي شوي في المباراة عرفنا له، لحين تدريجيا إن شاء الله الفريق شوي شوي سب يسب يتطور، لأن تدري طول الموسم تلعب محترف في المربع تلعب محترفين أكيد السيستم يتغير كل شيء يتغير. مو قلت لك أنا في فترات دفاعنا يكون زين بعض الفترات دفاعنا كان سيء، اليوم إحنا نفس ما قلت لك في كم لاعب في أسوأ مستوياتهم اليوم، يعني دفاعيا ما قدمنا، يعني كان شاتوا علينا وايد أوبن شات، ما في برشر على الكرة، فهذا اللي أثر علينا وكان يسجلون رفع بالراحة. نفس ما قلت لك أنت الحين نظام محترفين، أول شيء تدريجيا لازم أول شيء نعرف شو المطلوب منا زين، شنو من الفريق الثاني بيلعب؟ انت الفريق الثاني ما لعب بعد نفس الشيء بعد 9 لاعبين او 8 لاعبين، انت دي المباراة المهمة، انا ما اقدر العب 12 لاعب واخسر. اوكي عندي حسن نيروستا وراجع من الاصابة، تدريجيا بيصير افضل ان شاء الله. برونو بعد توه زين، انا اوكي لعبت محمد امير، انت شفت انت فريق الرفاع قاعد يلعبون شنو؟ كله 3 لاعبين طوال وبعض الاوقات يصيرون 4، ان حتى المحترف مالهم رقم 4 بوست كأنه يلعب، يعني في أي فريق يقدر يلعب حتى 4، فمن كذي يعني محتاجين شوي تركيز على مجموعة معينة، بس لا بس مو معناته إن الفريق ما بيلعب بعض اللاعبين، لا يمكن دي المباراة لعبت بعض اللاعبين، المباراة الثانية يمكن لاعبين غير. كابتن أحمد عزيز، فوزكم على المنامة أو على الرفاع فارق كبير في المباراة اللي طافت، هذا يمكن شوي خلاكم شوي ريلاكس اليوم أكثر وتأثرتون قوة الرفاع اليوم؟ لا بالعكس، الرفاع فريق ما يستهان فيه، خصوصا اضافوا بعض لاي معاهم، يعني فريق اكثر لاعبيتهم خبره ومتمكنين، لاعبين منتخب. اللي فرق اليوم المحترف الثاني ما كنا نعرف عنه ولا شيء، فان شاء الله المباراه الجايه نحضر زين ونكون بارزين لهم. الكابتن عقيل، شوف الكلام اكثر شيء على المحترف الثاني، فهل يعني المباراه الثانيه بتكون مباراه مدربين اكثر؟ شوف يعني عقب ما كل فريق شاف الثاني شاف المحترف الثاني. مو شرط نفس ما انا بحضر مدربهم بعد بحضر، شاف محترفين يعني شاف محترف للفريقين طبعا، كل واحد بيشوف المحترفين شنو مستوى، حتى بعد اللاعبين البحرينيين انا اليوم وين أسوأ مباراه قدمها لي، يعني وين لو كان في مستوى اليوم يمكن نفرق ازيد، يمكن ما يلعبون دفاع منطقه اللي لعبوه، يعني هذا فادهم لانه وين مو في اسوء مستوياته، نفس ما قلت لك انا من البدايه.